وقصروا الأمل واستعدوا لبغتة الأجل فما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. واعلموا أن الشهور والأعوام والليالي والأيام مواقيت الأعمال ومقادير الآجال، تنقضي جميعا وتمضي سريعا، والليل والنهار يتعاقبان لا يفتران، ومطيتان تقربان كل بعيد وتبليان كل جديد، وتجيئان بكل موعود إلى يوم القيامة. والسعيد لا يركن إلى الخدع ولا يغتر بالطمع، فكم من مستقبل يوما لا يستكمله، وكم من مؤمل لغد لا يدركه. قال تعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. فعن ابن عمر رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. عباد الله، ذهب عامكم شاهدا لكم أو عليكم، فاحتقبوا زادا كافيا، وأعدوا جوابا شافيا، واستكثروا في أعماركم من الحسنات، وتداركوا ما مضى من الهفوات، وبادروا فرصة الأوقات قبل أن ينادي بكم منادي الشتات ويفجأكم هادم اللذات. فعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعظ رجلا ويقول له: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، فما بعد الدنيا من مستعتب، ولا بعد الدنيا دار إلا الجنة أو النار. ويا من أقعده الحرمان، يا من أركسه العصيان، كم ضيعت من أعوام وقضيتها في اللهو والمنام، كم أغلقت بابا على قبيح، كم أعرضت عن قول نصيح، كم صلاة تركتها، كم صلاة تركتها، ونظرة أصبتها، وحقوق أضعتها، ومناهي أتيتها، وشرور نشرتها، أنسيت ساعة الاحتضار؟ عباد الله، أين من عاشرناه كثيرا وألفنا؟ أين من عاشرناه كثيرا وألفنا؟ أين من ملنا إليه بالوداد وناصفنا؟ كم أغمضنا من أحلامنا جفنا، كم عزيز كسرناه وانصرفنا. من رحم الموت منا مريضا لغاش حاله وأوصاله. هل ترك كاتبا لأجل، هل أمهل ذا عيالا من أجل عيالا؟ أين من كانوا معنا في الأعوام الماضية؟ أتاهم هادم اللذات وقاطع الشهوات ومفرق الجماعات، فأخلى منهم المجالس والمكان. تراهم في بطون الألحاد صرعى، لا يجدون لما هم فيه دفعا، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ينتظرون يوما به إلى ربها تدعى. والفرائس ترعد من هول ذلك اليوم، والعيون تذرف دمعا، والقلوب تتقطع من الحساب صدعا. فيا من تمر عليه سنة بعد سنة وهو في نوم الغفلة والسنة، يا من يأتي عليه عام بعد عام وقد غرق في بحر الخطايا وهاب. قل لي بربك لأي يوم أخرت توبتك؟ إلى عام القابل وحول الحائط، فما إليك مدة الأعمار ولا معرفة المقدار، فبادر التوبة واحذر التزوير، وأصلح من قلبك ما فسد، وكن من أجلك على رصد، والأمور أمانة. والعمر أمانة سيسأل عنه المرء يوم القيامة،
فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أبناه، وعن شبابه فيما أبناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. رواه الترمذي. أيها المسلمون، أين الحشرات على فوات أمس؟ أين العبرات على مقاسات الرمل؟ أين الاستعداد ليوم تدنو فيه منكم الشمس؟ فتوبوا إلى ربكم قبل أن يشتمل الهدم على البناء. والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا وأن الله شديد